نتيجة ذلك أن أصدر مجلس الشعب هو المفروض أنه قرار قالوا عنه أنه توصيل لنقل المصنع عن أرض رأس البصر، ولكن للأسف الشديد الحكومة أرادت أن تخدع شعب دمياط وأن تتحايل على قرار أو توصية مجلس الشعب بنقل المصنع من رأس البر إلى دمياط الجديدة. مفيش 100 كيلو 2 كيلو، العملية مش هتفرق من مكان إلى آخر، ولكن سيظل المصنع على أرض دمياط. إننا نرفض إقامة هذا المصنع على أي بقعة من أراضي مصر، فكل محافظات مصر تهمنا ويهمنا شعبها وصحة شعبها. إذن لن يقبل هذه الحكومة على إخراج هذا المصنع من على أرض دمياط سوى صمامكم وتحديكم وتصميمكم ومصابرتكم ومواصلتكم الوقفات الاحتجاجية حتى نقبل الحكومة. شعب والحكومة يجب أن تعمل خادمة للشعب وأن تلبي إرادة الشعب كيفما أراد ووقتما شاء الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الصمود الرائع من اجل ابسط الحقوق التي يجب ان تكون لابناء هذا الشعب، ان وقفتكم معنا لمناهضة ومقاومة اقامة هذا المصنع الذي نعتبره قنبلة نووية موقوتة يريدون ان يزرعوها على ارض دمياط كان لها كبير الاثر في نفوس كل المصريين. نستطيع أن نقول أن بمقاومتكم يستطيع أن يقاوم الشعب المصري كله الفساد ويقاوم الاستغلال ويقاوم الانتهازية. ونقول للحكومة ولمتخذ القرار أنكم لن تستطيعون أن تلتفوا حول القرار ولن تستطيعوا أن تضحكوا على شعب دمياط، ولن تكون أرض دمياط ولا شعب دمياط هو مكان آمن لهذه الشركة التي تريد أن تدمر صحة أبنائنا مستقبلا وصحة أولادنا. على أرض دمياط لن نقبل بأي شكل من الأشكال بقاء المصنع سواء في الجزيرة أو سواء في الميناء أو سواء في أرض دمياط الجديدة، ولم نتحرك من أجل جزيرة سياحية ولا مكان سياحي، ولا نتحرك لمصلحة أحد، ولا نتحرك لحساب أحد، ولكننا نتحرك لحساب المواطن الدمياطي ولحساب المواطن المصري. نرجو أن تستمروا في رفضكم. يا شعب دمياط لا للالتفاف حول إرادته، لا للاستهانة برأيه. قال شعب دمياط لا للمصنع، فعلى حكومة الحزب الوطني أن ترضخ، على حكومة الحزب الوطني أن تطيع. لا نقاش، لا حوار، لا التفاف حول إرادة الجماهير. كل الفاعلين في رفض المصنع ضد الاحتفالات التي أقيمت لأنها غير صحيحة. القرار لم يكن صريحا بنقل المصنع من دمياط، لكن إرادتنا لن تنكسر، والالتفاف حول نقل المصنع يعد إهانة لشعب دمياط كله. وبعد غياب طويل بيننا الآن يقدم كلمة الإخوان المسلمين الدكتور سعد عمارة. أيها الإخوة، أشكركم شكرا جزيلا على الدعم الذي قدمتموه لي وأنا في المعتقل، هذا المعتقل الذي علمنا أن الحقوق لا توهب وإن كلمة الحق يمكن أن يدفع ثمنها ويدفع الثمن غاليا، وأن نقل المصنع يحتاج إلى تضحية، وهذه التضحية لا بد أن ندفعها. وهنا أقول أننا في خلال هذه الفترة الأربعة شهور التي قضيتها في السجن دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن حقوق الناس، وهذا الأمر كله من خلال فهمنا لديننا أن هذا الأمر في سبيل الله،
علمنا أن تجربة دمياط وتعاون جميع القوى السياسية وتعاون الشعب الدمياطي من أجل نقل هذا المصنع كانت تجربة فريدة. كان معي في المعتقل أكثر من 100 فرد من 15 محافظة، وكنا نقول نشرة الأخبار، ويوميا في نشرة الأخبار في وادي النطرون كانت دمياط حاضرة بنشاطها بعزتها. أيها الإخوة، كتبت وأنا في المعتقل مقالة أقول فيها: أجريم لم يبقى لدمياط غير الهواء، لم يبقى لدمياط غير الهواء. فالتلوث في النيل أصاب أهالي دمياط بالفشل الكلوي وبالالتهاب الكبدي وكثير من الأمراض، وكان الحشائي الوحيد الذي يتباهى به الوزير الصحة السابق إسماعيل سلام مع المحافظ السابق في ندوة يقولون أن دمياط أفضل شيء فيها هو الهواء، وجاءت أجريم لتلوث هذا الهواء ولتقضي على صحة أهل دمياط. لا بد أن نقف جميعا وقفة واحدة، لا يقول أحزابا فقط ولا إخوانا فقط، ولكن الشعب الدمياطي بكامله يقف وقفة واحدة ضد هذه الخديعة. على ما كانت هذه التهنئة لفلان وفلان وفلان، ثم نكتشف أن هذا الأمر كله خديعة. وإذا كان الحزب الوطني في دمياط ضد هذا القرار، وإذا كانت حكومته هي حكومة الحزب الوطني صاحبة القرار، فلماذا لا تنقل المصنع الآن؟ أقول لابد إذا كانوا صادقين في مسعاهم أن نقف جميعا، لا ننسى الحزبية، ونقف جميعا وقفة واحدة كلنا يد واحدة، ونقول لا للأحزاب ولا لكذا ولا كذا، ولكننا نقف باسم دمياط جميعها، نقف ضد التلوث، نقف ضد من يتاجر بصحة أبنائنا من أجل استثمار ليس هنا لا يفيد هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مش عايزين المصنع، احنا مش عايزين المصنع. للوقوف ضد الالتفاف حول التوصية التي صدرت صريحة وعلى لسان الدكتور عزمي زكريا عزمي أن المصنع سينقل ويرحل عن دمياط تماما. من اليوم بدأت مرحلة جديدة. الشكر لكم جميعا بنفس اللحمة بنفس الترابط، والشكر لرجال الأمن المحترمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.